إذا عرض للإنسان ما يمنعه من العمل الصالح وقد صدقت رغبته فيه وحرص عليه لكن حيل بينه وبين العمل الصالح أجر الله تعالى له ما كان يعمله ولو لم يكن منه عمل فالنية يبلغ بها الإنسان من الفضل والأجر كما أنه يبلغ بصالح عمله من الأجر والفضل في حال وجود المانع ما يبلغه اجر العمل الذي كان يعمله وهذا شاهد من الشواهد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر مرض سواء مرض مقعد او مرض دون ذلك المقصود مرض يمنعه من العمل الصالح او سافر سواء كان سفرا طويلا او قصيرا كتب له ما كان يعمله اي سجل الله له ثوابا صالح عمله فيما ياتيه من الصالحات وفيما يتركه من السيئات